مساء الفل عليكم، عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. ده لايف سريع كده قبل ما ندخل المباراه. طبعا لابسين الزي ده، عارفين انتوا طبعا ده الزي الجديد لمجلس اداره الزمالك، شايفين عشان مصنبه. طبعا بنهرج، طبعا بنهزر. فقبل ما نروح كده، حبينا نقول نحكي في موضوع كده مهم جدا، موضوع قضيه الساعه دلوقتي ان مصر عندها مباراه مهمه في الفيفا بترعاها والكاف بيرعاها. هي بطوله تعتبر شبه وديه لسه، بس خلينا منطقيين، مش دوري ابطال افريقيا. اتكلموا امبارح ان هم هيحاولوا يخلوها قويه السنه الجايه ويجيبوا الانديه الشعبيه زي الزمالك، بس ده مش قصتنا، ولا قصتنا البطوله ولا قصتنا الماتش. البطوله مشاهده، وفي قنوات اسرائيليه واخده حقوق البث. وبشكر كهربا امبارح بالاخص، وبشكر جمهور الاهلي اللي في تنزانيا امبارح. بشكر كهربا طبعا، هو راجل على فكره. كهربا بعيد عن الحوارات اللي حصلت في الكوره، وفي شويه حاجات بتحصل منه في الكوره وده طبيعي، يعني بيحصل حاجات، بس كهربا ابن بلد، يعني من الناس اللي هم اولاد البلد، ندخل الجنينه ديت عشان نقف بس. وراجل بيقف جنب اي حد على فكره من زمان. كهربا عنده الحته دي، كهربا بجد يعني بعيد عن اي مواقف تانية دلوقتي برضو مش وقتها، كهربا بيقف جنب اي حد. يعني عارف انت، العيال ولاد البلد بلغتنا. المهم يعني خلينا، انا مش عايز اطول عشان عندنا شغل. النادي الاهلي هيلعب بكره، هيلعب في نص الاسبوع مع نادي سيمبا التنزاني، مباراه مهمه او مش مهمه ما يهمنيش برضو المباراه. اللي يهمني ان المباراه دي ممكن مصر تسوق بيها، وخاصه لقناه اون سبورت اشترت خلاص البطوله، وده حاجه كويسه. اون سبورت عامله طفرات السنه دي كويسه، وزي ما قلنا لكم من فترات، احنا مش ضد اي حاجه وخلاص، احنا ضد الحاجات الغلط. اون سبورت السنه دي برضه، ده بره الموضوع برضه، بس المهم اللي هي اون سبورت السنه دي بجد حاطه فلوس في المكان الصح، وده المهم عندنا. يعني ما يبقاش في صرف بهبل وخلاص. المهم خلينا في القضيه المهمه. المباراه دي هتبقى في وسط الاسبوع، مباراه بين الاهلي وسيمبا. المباراه تقريبا الاهلي شبه حسمها، والاهلي في القاهره هيقدر يكسب. الاهم من كل ده القوه الناعمه، ومصر قوتها الناعمه كبيره جدا. رجع، يمكن تكون دي المباراه اللي ترجع 70,000 يحضروا بشكل كامل، رجع ان الناس تدخل في مبادرة عظيمة لدعم القضية الفلسطينية. انت لما تاخد الكاميرا مصر اللي هتنتج الماتش انتاجيا في التصوير والإذاعة وال4K والبتاع مش عارف ايه، لما تنتج الماتش بشكل محترم وتطلع الدرون وتطلع كاميراتك بقى المحترمة، وتطلع كاميراتك ال4K وتطلعها من فوق وتصور الأعلام الفلسطينية ب70,000 في المدرج، وانا عارف ان مش هيبقى 70,000 لو تذكرتي سمحت ان المباراة دي تبقى استثنائية، اللي المباراه دي تبقى استثنائيه ويحضر فيها جماهير الانديه الاخرى، جماهير نادي الزمالك، جماهير الاسماعيلي، اي جماهير دعما للقضيه الفلسطينيه. لان الفلوس اولا حاجتين، الصوره هتبقى شكلها خيالي في القنوات اللي نقله، زي القنوات الاسرائيليه اللي نقله والقنوات العربيه اللي نقله، الصوره هتبقى شكلها خيالي. مصر هترجع قوى الناعمه بتاعتها، مع احترامي لكل المظاهرات اللي حصلت بالامس. طبعا كانت في انتخابات الزمالك وما تابعتش بشكل كبير، ولكن مهما كانت تاثيرها، تاثير استاد القاهره بوجود 70,000 مصري ها موجودين باعلام فلسطين في صوره بقوي الدور بدرون من فوق، فيديوهات اللي انت بتعملها والاستاد فاضي دلوقتي عملتها باعلام فلسطين بدخله كبيره تتعمل لفلسطين بشكل، لازم تستغل القوه الناعمه بتاعتك، لان هو ما استخدمتهاش دلوقتي استخدمها امتى؟ ويمكن يكون ده كمان يا عم هو تجاريه، اكلمك بلغه التجاره زي ما انا قلت لك. حتى انتوا شفتوا حلقه شيكابالا لما كلمتهم بلغه التجاره ما حدش حس بيها، مع ان دي الحلقه المفروض اللي هي كانت هتجيب اكبر مشاهدات. لما قلت له القضيه الفلسطينيه، قلت له انتخابات الزمالك، امبارح ما حدش حس عشان انتخابات الزمالك بحلقه شيكابالا. نفس الكلام هكلمك بشكل التجاره، بالشكل التجاري. اولا طبعا الفلوس هتروح للهلال الاحمر، فهتروح للناس، ده مش التجاري، انا بكلمك بقى الشكل التجاري. لو عملت كده والروح دي بست في الاستاد، وقدرت تدخل 70,000، منهم زملكاويه، منهم اسماعيلاويه، منهم محلاويه المحله طبعا برضو، ومن الناس اللي بتشجع ومن الجماهير اللي بتشجع، ودخلت 70,000 متفرج، مباراه في نص الاسبوع، ان جمهور الاهلي في اي وقت في اي ماتش يقدر يملى 20 استاد. نفس الكلام جمهور الزمالك، نفس الكلام جمهور الاسماعيلي، مش قصدي جمهور الاهلي مش هيملى الاستاد، بس المباراه في نص الاسبوع خد بالك في موظفين كتير، في عمال كتير، في طلبه كتير، فممكن حتى لو انت فتحت 70 ما يجيش 70,000، لكن لو فتحت الجماهير مصر للعموم 70,000 اكيد مليون في الميه هيكملوا، وتبقى مبادره اللي الجمهور يرجع يدخل الاستاد بال 70,000، ويبقى مبادره لدعم القضيه الفلسطينيه، والناس تقعد مع بعض وتدعم قضيه واحده، وترجع الوعي وترجع الفكر وترجع القوة الناعمة بتاعتك، وترجع القوة الناعمة بتاعتك. لو صورة زي دي انتشرت، وانا باخد بقى طالما اللايف كبير كده وفي ناس كتير وفي شباب، وانا دي رسالة للدولة المصرية، حتى رسالة صلح،
في شباب يا جماعه متاخدين في مباراه الرجاء بسبب ان هم شالوا علم فلسطين. طب احنا هندخل بعلم فلسطين؟ فالناس دي شالت علم فلسطين بس اتاخدت. لو سمحتوا لو سمحتوا اهو بمنتهى الهدوء اهو تبقى مبادره خير برضو للدوله المصريه وتمد ايديها للشباب وعشان كل حاجه تبقى كويسه. الناس على الاقل الشباب اللي ما تورطش في اي حاجه اللي ملوش اي حاجه اللي ملوش اي ايديولوجيه سياسيه اللي هو مجرد كان بيدعم قضيه يعني يا ريت يبقى معانا بره لان ده حرام. الناس اللي بتاخدها من ماتش الرجاء دول حرام ان هم يكملوا لحد كده. ده استغلال برضو للموقف واستغلال للرساله ممكن توصل. وربنا يسهل ويا رب ممكن الناس تعمل كده. النادي الزمالك النهارده هينزل بتيشيرتات فلسطين، لا بلديه المحله بيحتفلوا، الانديه في الدرجه الثانيه. مصر الشعب الواعي عندهم وعي وعندهم حب للقضيه والحمد لله مهما كانت السنين اللي فاتت من فكره اللي بعض الحكام في المنطقه العربيه وبعض السياسات في المنطقه العربيه وبعض السياسات حتى الاعلانيه كانت بتحاول ترسخ لشيء ما اسمه التطبيع، لكن كل ده فساد في لحظة واحدة. ويمكن دي اللحظة اللي وحدتنا، ويا رب المباراة دي تكون الناس تفكر فيها بالشكل ده. ولو كانت مباراة نادي الاسماعيلي كنت هطلب كده، ومباراة نادي الزمالك كنت هطلب كده. هي الصدفة اللي جت مباراة كبيرة للنادي الاهلي، مباراة دولية، مباراة الفيفا بتلعاها، فياريت نستغلها على اكمل وجه. بس شكرا، يلا سلام.